بالنسبه للجمعيه الوطنيه المر بالاغنام والمعيز المعروفه بلانوك، هي جمعيه ذات منفعه عامه اللي التواجد ديالها في المغرب يزيد على 50 سنه وموجوده في جميع انحاء المغرب، بحيث اننا نؤطر 14600 منخرط في جميع انحاء المغرب، أقاليم الخمسة في المنطقة الشرقية، الأطلس المتوسط، الشمال، الوسط الجنوبي، الجنوب، وعندنا تجمع في الداخلة. نؤطر تقريبا 24 صنف من الأغنام والمعيز، من بينهم الأغنام يعني الرؤوس ولا الأصناف المعروفة والقديمة اللي هي تمحضيت، الدمان، السردي، بالجعد وبنيجيل، والمعيز عاود المعيز كل الأصناف، بحيث تعتني الجمعية بكل ما هو تحسين النسل، إنه تحسين النسل في المغرب ولا الدفاتر الوراثية في المغرب ديال الأغنام والمعيز هي الجمعية الوطنية. هذا الشيء هذا ما دارش في مع كامل الأسف مجموعة ديال الأمور أخرى اللي هي بحال مثلا في الأبقار، الموروث الوطني من الأبقار ما تخدمش عليه وما مشاش بعيد. الكسبة ديالنا كلهم تقريبا كاين الكسبة الكبار وكاين الكسبة الصغار، كاين الكسبة اللي عنده 10 ديال المعزات ولا 10 ديال النجات، وفي مكان بشرط انه يعني نكونوا نأطروا هذيك المنطقة، لانه ما يمكنش واحد، لانه كل هاد 14600 منخرط اللي كاينه مقسمة على 165 تجمع. مين نقولوا تجمع؟ نقولوا 60 70 كساب عندهم ما بين 8000 حتى 10000 حتى ما يزيد، لأنه أدنى حد تقريبا هو على حسب المناطق هو 5000 6000، لأنه باش نديرو في كل تجمع، لأنه كي نقولو تجمع عنده سيارة، كاين تقني اللي عنده السيارة باش يأطر هذيك المجموعة. دونك الطاقم التقني ما يزيد على 175 ما بين تقنيين، بياطرة خواص، بياطرة يعني دكاترة بياطرة، مهندسين، أطور إدارية. دونك هذا الطاقم التقني كله موضوع راه الاشاره ديال التنميه ديال داك الكساب، بما فيها كما قلنا تحسين النسل، التنميه ديال القطيع والتأطير ديال القطيع، يعني بما يخص الصحه الحيوانيه، فيما يخص الاعلاف، فيما يخص التأطير يعني لا كوندويت ديال التروبو. دونك هاد العمليه هذه اللي كديرها الجمعيه كديرها على طول السنه، بحيث انه كاين مجموعه ديال الاصناف اللي حاولنا نخدموا عليها باش درنا لها الرموز ديال الجوده، اللي هي مثلا بالنسبه للصنف ديال بنيكيل اللي تعطى البيان الجغرافي المحمي في 2011 من طرف صاحب الجلاله، وتعطى وحاليا خدامين على الصنف ديال بجاد، والبقيه تاتي لانه بغينا نرمزوا يعني الرمز ديال الجوده بالنسبه لجميع الاصناف، لانه نعرفوا الاقتفاء ديال الاثر فين تزاد داك الخروف في شكلها باش الدواء حتى يخرج للسوق. يعني هذا هو السلسله تراسابيليتي، هو اقتفاء الاثر باش نعرفوا كل حاجه منين جايه وفين ماشي. تحسين النسل يعني لولا تدخل الجمعيه كما قلت لك بالنسبه للاغنام والمعيز، لولا تدخل الجمعيه والحفاظ على جميع الاصناف، بحيث انه كانت بعض الاصناف اللي في طور الانقراض خدمت عليها الجمعيه ورجعتها لواحد المستوى جد عالي. الاصناف المعروفه ولا الاصناف القديمه، الا جينا نشوفوا السردي كان واحد الوقت هادي 20 عام يمكن اقصى حد ديال الوزن كيكون 110 120 كيلو، حاليا كاين وصل للسردي 150 160 كيلو بطريقه طبيعيه، ما كاين لا هرمونات ولا، وهذا الشيء كله بالنسبه للاصناف الاخرى. صنف بنيجيل كان في 70 كيلو حاليا في 120 كيلو، يعني هذا كله أعطى واحد القيمة مضافة للكسيبة ديال الكساب اللي يكون، زيادة على أنه بالنسبة لتحسين النسل الدولة كتدعم الدولة، لأنه كاين بعض الأصناف اللي كانت كما قلت لك في طور الانقراض لولا تدخل الدولة، وحاليا ولات عندها واحد كاين بعض الأصناف اللي ضربت في 50 في 60 في 100 مرة، يعني كانت 1000 ولا 800000 وتعدات داك العدد. هذا يعني في حق هذا العمل اللي دار بالنسبه للجمعيه ما مديرش في دول اخرى، لا اوروبيه ولا وطنيه ولا افريقيه، لانه من كنشوفوا
كاين جمعيات مثلا اوروبيه اللي كتاثر، ولكن تاثر غير مناطق، يعني غير جهه جهه من الجهات. كاين جمعيه بهذا الشكل، جمعيه وطنيه تؤثر جميع الاصناف. يعني الحمد لله يحصلنا الشرف اننا وصلنا لهذا المستوى اللي رحنا فيه. بالنسبه لعيد الاضحى، عيد الاضحى حنا كجمعيه في السنه الاولى ديال الترقيم كنا رقمنا وكلفتنا وزاره الفلاحه في شخص المكتب الوطني للسلامه الصحيه، كلفتنا باش نرقموا الاضاحي ولا الحيوانات الموجهه لعيد الاضحى ديال الكسبه ديالنا. درنا واحد 550 ألف رأس السنة الأولى. السنة الثانية كلفتنا وزارة الفلاحة باش نديروا المنطقة الشرقية زائد المنخرطي، درنا 1,500,000 رأس. هذا العام كلفنا بنص ديال المغرب، درنا تقريبا ما يزيد على 4 ملايين رأس، يعني رأس موجهة لعيد الأضحى، ودرناها بمهنية كبيرة لأنه الطاقم التقني عندنا متواجد في جميع أنحاء المغرب. استعنا ببعض التقنيين اللي خارجين على الجمعيه، يعني بالمقابل في بعض المناطق اللي ما عندناش التمثيليه ديالنا فيها، والحمد لله العمليه مرت في ظروف جد حسنه بمراقبه جد دقيقه، لانهم يقولوا الترقيم راه كنمشيو عند الكساب داكشي اللي عنده الرقم له، وكنطلبوا له لا كارت ناسيونال والنيميرو ديال التليفون، يعني هذه زائد الارقام من الى دوك. هذيك لا بنك دو دوني اللي عندنا هنا ولا البنك المعلومات اللي عندنا نقدروا نجبدوا زيد في مثلا في الرشيديه عندنا نيميرو التليفون ديالو، نهزوا التليفون لانه هذا طاقم تقني اللي منشور في المغرب، ولكن خاص الكونترول. الا ما كانش الكونترول ما نكونوش متقنين من العمليه. دوك مين غادي نعيطوا كنقولوا شحال واش داز عندك شي حد؟ نعم شكون فلان شحال دار لك منا؟ يعني ديك الوقيته كتشوف، وهذا الشيء هذا دار بطريقه مسترسله. كان واحد الطاقم الكونترول من هنا من الرباط والتليفونات عنده كيفيريفي البنك المعلومات، كيعيط ويتاكد من العمليه بانه مرت في احسن الظروف بالرقم محدد، يعني بصفه. هي الفوائد ديال الترقيم كما وقع هذه 4 سنين في عيد الاضحى، كانت بعض الاصناف ولا بعض الاضاحي اللي وقع فيها مشكل ديال اللون، حيث انه واحد كيوكل زرق للحام، واحد خضر للحام، واحد كيوكل وادي، واحد ما عرفناش هذاك الاصل ديال مثلا هذاك الخروف اللي وقع فيه المشكل منين جاي. دونك هذه العمليه ديال الترقيم دارت باش نعرفوا هذيك الاضحيه، هذاك الحولي ولا هذيك المعزه منين جاي. مين غادي نعرفوا منين جاي؟ غادي نشوفوا الاقتفاء ديال منين المشكل. اذا كان المشكل ديال الالف غادي نعرفوا منين ودار له جينا، والحمد لله ملي دارت العمليه ديال الترقيم هذاك المشكل اللي وقع نقص بزاف. الا ما نقولوش نعادم، بحال السنه الماضيه تقريبا ما كانت حتى شي حاله. هنا يعني كيتطرح سؤال، هو احنا بالنسبه لنا الكسابه، وانا راه كساب ابا عن جد، الكساب انسان كيعطي الكسيبه ديالو بحال راه يعطي لولادو داكشي، داك العاف اللي كيوجدوا له، وداك يعني ما يمكنش يعطيها شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. يمكن شي ناس اخرين وسطاء اللي مشاو في هذا الطرح ديال اعلاف اللي غير طبيعيه ولا يعني بقايا ديال الدجاج ولا شي حاجه بحال هكا، هذوك يمكن هما اللي وسخوا السمعه ديال هادشي ديال الاغنام. هذا كان الهدف الاساسي ديال، ومن هذه العمليه ديال الترقيم ديال عيد الاضحى تخلقات واحد الفيدراليه ديال الترقيم، ديال الاغنام والماعز، يعني كل قطاع المغربي كان تقريبا 26 مليون ما بين اغنام وماعز، الترقيم ديالها على غرار الابقار والابل. هذيك لا فونداسيون غادي تكلف الابقار والابل، كانت دارت منذ 2017. هذه الفونداسيون غتكمل من هنا لاخر 2021 غتكمل، يعني حتى ديك الزيادات العجوله اللي تزادوا من بعد غادي يكون الترقيم ديالهم ترقيم الكتروني. وحنا بالنسبه للاغنام والماعز غادي تبدي ان شاء الله من يناير 2021، والفونداسيون اللي هي في سميتها ترقيم فيها الجمعيه الوطنيه ممتله في شخص الرئيس كنائب الرئيس ديال الفيدرالي، وان شاء الله الاغنام والماعز غتكون من نصيب الجمعيه هي اللي غتكلف بها.
يعني على الصعيد الوطني هذيك 26 مليون سترقم برقم الكتروني، وان شاء الله يعني العمليه غتقوم بها الجمعيه الوطنيه.